واحنا صار لنا فترة يعني ما وضعنا هذا وتشوفه العالم كله مشتتين ومبهدلين وإن شاء الله أنه تستقر الأمور والبشر ترجع مثل أولي والبلد ترجع مثل أولي. الشيء الجاي يصير بالحسكه هذا كلياته امر يعني بفتنه بين كردي بين عربي بين علوي الى اخره. احنا ما نريد اي فتنه تصير، بدنا نعيش حياتنا، بدنا ناكل لقمه خبزنا، ما بدنا هذا الشيء يصير ولا يتكرر مع اي جهه كانت.